بسم الله، الحمد لله، صلى الله على رسول الله. صلي وسلم على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما لو قام قائم من نومه ولم يبق على خروج الوقت إلا ما يكفيه لوضوءه، فهل في هذه الحالة يتيمم ويصلي أو يتوضأ ولو خرج الوقت؟ الواجب أو الأولى في هذه المسألة حفظكم الله؟ نعم، إذا استيقظ الإنسان من نومه وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لوضوئه وصلاته فإنه يتوضأ ثم يصلي ولو خرج الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة بحقه وقت استيقاظه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني أو استيقظ. فالواجب أن يتطهر أولا ثم يصلي ثانيا ولو خرج الوقت. وفي هذه الحال تكون صلاته على القول الراجح تكون أداء، أي كالذي صلى في الوقت. ولكن يجب علينا أن ننتبه إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يغلب جانب النوم على جانب الصلاة، بل الواجب أن يكون عنده منبه ساعة أو تلفون يأمر مثل أصحابه أن يزهموا عليه إذا حان وقت الصلاة، وإذا كان عنده في البيت أحد يستيقظ فليطلب منه أن يوقظه. وأما التهاون فإنه لا يجوز، فيجب أن ننتبه لهذا الأمر. يعني لا يقول قائل إن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة نسيها فليصلي هذا ذكرها، يدل على أن الأمر هين. لا، لكن النوم إذا لم يكن عند الإنسان من يوقظه ولم يتمكن من الاستيقاظ ولا وتعذرت الوسائل كلها، ففي هذا الحال يكون معذورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أي يجب أن يتوضأ وجوبا.